هنبدأ بسم الله. معانا إبرة مقاس 6، أتمنى تكون باينة. مقاس 6، وهنشتغل بخيط متوسط السمك أو رفيع، وهو رفيع شوية، فأنا هشتغله على فتلتين. هنبدأ نعمل عقدة البداية ونشتغل هنشتغل 12 سلسلة. خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، كان عملنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 سلسلة. هندخل هنعمل غرزة حشو في كل السلاسل، هنسيب أول واحدة وندخل في التانية ونعمل غرزة حشو، ندخل في التانية ونعمل غرزة حشو، في كل سلسلة هندخل ونعمل غرزة حشو. هنا وصلت لآخر السطر، هرتفع سلسلة ولف الشغل، وهنا مش هدخل زي ما هنعمل غرزة حشو، بس مش هندخل هنا، هندخل تحت العقدة دي بالشكل ده. ويطلع بغرزة الحشو، هندخل تحت العقدة ويطلع بغرزة الحشو. هنا كده بالظبط في عقدة اهي، هندخل تحتها هنا في المسافة دي ونعمل غرزة الحشو. كده خلصنا، هنرتفع سلسلة وده شكلها من الأمام. هندخل كمان هنا تحت العقدة، دايما شغلنا كله هيبقى تحت العقدة. من هنا كده ندخل وناخد الخيط بتاعنا ونخرج نعمل غرزة حشو. بالشكل ده آخر غرزة ارتفع سلسلة. شايفين الشغل أو الغرزة بدأت تبان بالشكل ده؟